الله أكبر. ما حدث؟ مذبحة مدبرة، مذبحة مدبرة. أمس يقطع التيار الكهربائي عمدا عن الاستاد، ويمنع قوات الأمن من أداء أدوارها. لا لا بالراحة بالراحة. حبيب الله يا شهيد، حبيب الله. لا إله إلا الله. دمه زي هم الله. رأي مهزلة، مهزلة. أبطالها كتير، أبطالها كتير كتير كتير. شعب بورسعيد كله مسؤول، النادي الأهلي مسؤول، اتحاد الكرة مسؤول، المجلس الأعلى مسؤول، رئيس الوزراء مسؤول، وزير الشباب والرياضة مسؤول، كلنا كشعب مسؤولين على اللي حصل. المفروض كمجلس إدارة النادي الأهلي ما كانش اتخذ قرار البعث النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي يروح هناك إلا إذا كان تأمين كامل وضمانات كاملة. على جرين ماجيك بتاع جماهير بورسعيد من قبلها بثلاث ايام، جمهور الاهلي اللي هيجي يجيب كفنه معاه، ويطلع مدير امن بورسعيد يقول لك الماتش متامن وهنامنه من اول ما الجماهير توصل لغايه ما الجماهير تغادر بورسعيد. طب فين التامين ده؟ احنا ما شفناش وش. عايز ايه؟